هذا الحاج اللي درت فيه انا رقم 21 ولا 22، شو شحال على شحال من واحد هذا الشيء كلشي ناصب عليهم. ها بابا حزوا لي مال الدار، كلشي حاز لي على حقه، غير حقه هو. على حقه هو. انا النمره 21 نوبة، شد النوبة. هاد السيد فين صايب هذا الله يكرمك. وعندك الورقه ديال الماء والضوء ديال بسميتك؟ بسميتي باش دخلت الماء والضوء، هاد الورقه تاع الماء والضوء دخلتها انا بسميتي. هادي خلصت فيها، طلعت عليا بمليون. داروا لي تعرف محسنين كريمة. شكون هما؟ داروا لي هما خو باش دار لي تعرف في يدك باش ما ندخلش الماء والضوء. ملي ديت وراقي قالوا لي في يدك، قالوا لي تعد هاد السيدة عندها وراقة ندخلوا لها الماء والضوء ديالها. مشاهدي موقع شوف تي في، مرحبا بكم. احنا الان كتواجدوا بشارع العقيد العلام بورنازيل بالقرب من سناك امين. أرملة، جوج وليدات يتامى، الاب ديال المتوفى باقتراح من العائله ديال عماته وعمامه ياك، ومن اقترحوا عليها بان شي دار فين تسكن وتسكن مع ولادها، تخرج من الدور ديال الكرا اللي كي الفلوس بزاف، الكرا غالي. وتلاقات مع شي سمساره وجابت لواحد السيد اللي كرا ليها يعني بشهاده ملكيه، للاسف طلعت مزوره شهاده ملكيه بالاسم ديالو، الاسم ديال الام ديالو. هذه دارهم والام الملكيه كرا للسيده ب 10 المليون باش رهنات، و 13 الف ريال يعني 650 درهم ديال الكرا، مع العلم ان الدار ما كان فيها لا ضوء ولا ماء. والماء راه كيف شفتوا الوثيقه يعني بالاسم ديالها 10000 درهم باش طلعت لها ياك، 10000 درهم فوالا. من بعد فاش دخلت لقات الناس هجموا عليها، قالت لك بان الناس الخوت علاش تهجموا لك؟ انا راه عندي الوراق باش مكاتبه مع السيد. من غير هاد السيده كانت تم عمليه نصب اخرى بواحد الشخص اخر، تنصب عليه ب 8 مليون في نفس الدار، في نفس الدار وفي نفس الوقت. يعني هادشي عمليه نصب توجب الاعتقال ديال هاد النصاب. تقريبا قالت لي وراتني دابا تم الحجز على الملك ديالو هو من طرف 21 شخص. يعني هذا نصاب خطير، هذا نصاب كبير. عطيني نشوف داك الشكايات. ها هذه الشكايه. اها هذه الشكايه الوكيل المال. لا ديال الحجز، الناس اللي حاجزين عليه. شوفوا شحال ديال الناس اللي حاجزين عليه، تقريبا عمليه نصب كبيره. هادو كاملين حازين على الملك ديالو. عاودي لينا بعدا كيفاش، شكون كيفاش، فين كنتي ساكنه في الاول؟ انا كنت ساكنه في مبروكا، كنت كاريه. اه قلت انا زعما كرهان تسلفت كرهان باش نقص عليا الكرا. جيت عند واحد السمساره سميتها جات هنا في حي السدري، راه معروفه. جاتني لعند هذا السيد، جاب لنا الوراق على هذيك الشهاده. مشيت انا وياه، انا ما عرفتش مزوره، كتبنا مشينا تكاري شهاده ملكيه كتبان لك. وكليزي سوا في الجامعه، كليزينا في الجامعه اللي حدا العماله تاع مولاي رشيد. مزيان اني مشيت بداك الشيء قانوني، داك الشيء قانوني. اليوم هذا السيد دار ونهبط، تنطلع الدار ونهبط، حتى واحد ما عمري ما تلاقيت معاه. نهار جبت رحيلي جبته اليوم دخلته، مشيت خرجت جيت لقيتهم فرقعوا عليا الباب، الغد جاو فرقعوا عليا الباب، دخلوا هجموا لي على حوايجي، تكرفصوا انا. راه جاو البوليس شافوا داك الشيء، ملي شافوا البوليس وراقي قال لهم هاد السيده راه ما عندوش الحق يفرقعوا لك الباب. فرقعوا لي الباب وحيدوا لي الباب، بتنا بلا باب يومين انا وولادي. ما عندوش الحق، انت كاريه. الا كان تزوير، تزوير خاص الاخ ديالهم اللي زور خاصو الاعتقال. دابا سيدي انا حكموا عليا بالافراغ. انا افراغ افراغ حكموا عليا بالافراغ. كنتي قلتي درتي معاه كونترا، يعني جاب لك شهادة ملكية. اه. كاينة النسخة ديالها في الجماعة. كاينة النسخة تاعها في الجماعة، بإنجليزية مصوبة، كلشي ورقية غادا قانونية. يعني تم، أنت تم النصب عليك. تم النصب عليا. هاد الناس دعوني، دعوني ودابا جاني الإفراغ. جاني الإفراغ، أنا فين غنمشي؟ أنا ما تنطلب منهم حتى شي حاجة، يعطوني رزقي. يعطوني 10 المليون تاعي ونخرج. وخونا هذا داك تعيطي ليه، عيطتي ليه، شنو قالوا لك؟ انا خوك ما بقاش تيجاوب في التليفون، تيقول لي انت، نقول لهم خوكم. انا شفتهم نهار مره واحده اللي شفتهم، قلت لي خوكم، قال لي اخويا سيري قلبي عليه، سيري راه ما عرفتش فين ماشي البيران ولا ما عرفت، واش انا مره غنمشي البيران نقلب عليه؟ هذا السيد راه كاين، راه دارهم
راه كايره في دارو ما في المعارف، هاد السيد سميتو الشركاني مسقاطه، ما نسميوش بدون ديك الاسماء. بدون ديك الاسماء. انا تنطلب من شي جمعيه ولا شي محامي يوقف يوقف معايا، انا بغيت على حقي. واش انا هاد الوليدات غنشردهم نخرجهم من الزنقه؟ انا ما عنديش ثمن ناكل ونشرب باقي عندي باش نكري. يعطوني رزقي ونخرج ليهم، من دابا نخرج ليهم يعطوني على رزقي، انا ما تنطلب حتى شي حاجه. كتعيطي ليه ما كيجاوبكش؟ ما تيجاوبش، ما بقاش يجاوب في نمرتو. انا ما عندي اتصال دابا حتى شي حد. الدار ما ساكنينش فيها همايا، كارين كارين البروميان، وانا ساكنه هنا في الدوزيه. راه الدار كلها خاويه، كاين هو خوهم يعني وارث في الدار، هو وارث معاهم. قالوا غير هو، ولكن علاش دار هذا العجب؟ الا كان هو وارث يكري الحق ديالو. قال بحقه في البروميان، يعطوني البروميان نسكن فيها. يكري لك الحق ديالو في سميتو في البروميان، علاش يطلعك لهادي؟ هاد السيد نصاب خطير. ماشي عنصاب، حتى الجامعات هي حتى الجامعات هي نصب عليها، قدم لي موسيقى مزوره. جماعات كاتبنا هادشي، راه ماشي انا مشيت قانونيا كاع اللي تيديروه الناس درتو. انا راه ماشي عاطاني السيرو تدخل تسكن، تراك قليتي انا وياه في الجماعه ابو ورقيه. ها هو العقد تاع الكيراء، ها هو انجليزي مصاوب كلشي قانوني. انجليزي يعني كلشي 3 سنين المدة ديال سميتو. لقد حدثت السومة الكرائية بين الطرفين في مبلغ 650 درهم، يلتزم المكتري بأدائها للمالك شهريا بدون تأخر أو تماطل. تصريح يصرح المالك أنه توصل من يد المكتري بشيك يحمل 100,000 درهم. هي كيف كتشوفوها باش الناس يعرفوا أشنو كاين. أنا دابا المخزن خاصو يشد السمسارة، السمسارة اللي تتعرفو. ودابا حتى السمسار تلقاي ناصب عليها. السيد قلت لي نصب على شي واحد ب 8 مليون. نصب على واحد السيد الوقت اللي كريت عندو انا، كرا عندو هاد السيد، كرا جوج الناس، بغا يكرا جوج الناس، كرا بروميان 8 مليون وما عرفت شحال كرا. المهم انا دخلت حوايجي، السيد الاخر مسكين ما دخلش حوايجو. علاش؟ ما دخلش. المهم ملي جا لقاونا انا دخلت حوايجي، بدلو قفل البروميان وخلاوه يدخل حوايجو. واش داروا معاه؟ السيد راه في المحكمة ولا الله أعلم، ما بقيتش أنا عرفت سميتو. دابا الناس حازين لي على الملك ديالو، داعينو. حازين لي على الملك ديالو. هاد السيد راه ماشي ما عندهمش، راه عندهم، راه عندهم جوج ديور هنا. باش قريت عندهم دابا بقات في النصب. هادشي راه حشومة. أنا بغيت غير شي جمعية ولا عامل اللي يوقف معايا. هو النداء ديالك الآن هو مباشر، إذا كانت شي جمعية ولا شي محامي بغى يدخل في هاد القضية، حيت هادي قضية النصب. يعني السيد هذا نصب على هاد السيدة اللي هي أم أرمل، زوجة أرملة، عندها وليدات يتامى، ديجا ناصب على وحدين أخرين، وناصب حتى الجماعة. يعني الجماعة كنقولوا الداخلية اللي قدم لي موثيقة مزورة، يعني شهادة ملكية بالاسم ديالو والأم ديالو، ومسح الإخوان الخوت ديالو. شهادة الملكية كاين فيها بزاف ديال التعرضات، الناس اللي حازين على الملك ديالو. نشوف عاود 21 واحد، 21 واحد اللي داير الحجز. انا الرقم 21. ها هادو كلهم حاجزين على الملك ديالو هو، على حقه. عندهم العرا، عندهم ملك فخري بكاع، راه ماشي ناس زعما كرام. كبروا راسهم، الله يسلم الامور. انا ما تنطلب من حتى شي حاجه، تنطلب من رزقي يرجعوا ليا. انا فين غنخرج انا وهاد الدراري؟ انا ما عندي فين غنخرج، انا غنبقى هنايا واخا تجي القوه واخا ما عرفت اش يجي. انا تنطلب منهم يرجعوا ليا رزقي، رجعوا ليا رزقي. انت قلتي غير الفلوس هادو غير مسلفاهم. ماشي تاعي، باقا تتسالني دابا كريدي. انا واخا تكون انت ديالك، عطيك ملي غادي تجيك انت ملي غادي تجمعي. انا راه مريضه، انا اصلا مريضه، انا مريضه بمرض مزمن فيا السكر، تندق الانسولين، ما عديش انا باش غادي نمشي نكري. يرجع لي رزقي ونخوي ليهم دارهم، هادشي اللي تنطلب. انا تنطلب من شي محامي ولا شي جمعيه اللي يوقفوا معايا وياخذوا لي حقي من هاد السيد. هاد السيد خاصو يتعتقل، هاد السيد نصاب كبير. ورا هادشي بزاف، اول مره كنسمع هاد القضيه ديال غادي 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 يمسح خوتو. غادي منين جاب داك الشهاده الملكيه بهذا؟ هو نصاب دابا ديك خدمتو، راه عنده دابا المعارف ديالو ولا الله اعلم. هو نصاب ودابا هادي دابا هو ما معتقل ما والو. معتقل درت شحال دابا ديال الوقت؟ هادي راه عامين دابا، عامين باقي ما تعتقل، ما في شي حاجه. درتي شكايات بعدا؟ درت شكايه، راه عندي الحكم بانه تعتقل، حتى حاجه ما كاينه من هادشي.
طلب عمل شي جمعيه ولا شي محامي اللي يوقف معايا تناخذ حقي. بغيت انا هاد السيد يتعتقل. انت عندك شكايه ديالك؟ عندي شكايه. انت عند وكيل الملك؟ درتها لوكيل الملك. انا تكرفتوا عليا. فين دفعتيها؟ المحكمه تاع السبع. لا فين دفعتي الشكايه؟ دفعتها للمحامي، المحامي اللي يدفع لوكيل الملك. دابا خدي دفعتي شكايه لوكيل الملك؟ اه. عن طريق المحامي؟ اه. ياك؟ اه عن طريق المحامي. جاوبكم وكيل الملك؟ جاوبونا وجاو البوليس هنا دقوا وقال لك ما عرفناش فين كاين صافي ومشات. اش من دائره دفعتي لها؟ هذه تاع برنازيل. هذه الدائره تاع برنازيل. ما لقاوش هذا السيد. صافي من تما كاين حتى شي حاجه. صافي من تما ما بقيت انا تنعيط ليا. ما عيطوا لك ما والو. ما عيطوا ليا ما حتى شي حاجه. دابا انا تنطلب، بغيت انا حقي، عطيني رزقي نخرج، ما عطاونيش انا باركه هنا انا ولادي. ولا غنديروا شي كارثه تسقط من اليوحه من الشرج. المهم انا من هنا راه ما غاديش نخرج. بغيت رزقي، يعطيني رزقي نخرج. خوتو عندهم حقهم يدبروا راسهم وما يقلبوا عليهم، ما يجيبوه. بغاو دارهم هما يجيبوا لي اخوهم، يعطوني رزقي انا نعطيهم دارهم، ما عطاونيش انا باركه هنا. هادشي اللي كاين. دابا انت تحكم عليك بالافراغ. تحكم عليا بالافراغ. وقدمت الوثائق ديالك؟ قدمتهم كلشي للمحكمه، كلشي الوثائق قدمتهم. هادشي ما عرفت انا، تحكم عليا بالافراغ في الابتدائيه وتحكم دابا في الاستئناف. مشكل. درتي دخلتي الضو ودخلتي دخلتي يطلع لك ب 10000 درهم. اه ب 10000 درهم. هما الوراق تسخسخ 3 شهور وانا باركه، 3 شهور وانا باركه. دابا المهم كيف كتشوفوا مشاهدي موقع شوف تي في، بارطاجيو هذا الفيديو باش نعرفوا هذه القضيه ديال هذا النصب. هذا راه نصب كبير. كيعتقل كينصب عليا انا ونصب على الاخرين. مازال غادي يزيد 21 حز على الممتلكات، 21 واحد. يعني الا كان فعلا هذا الشيء راه يستوجب الاعتقال. كاينه مذكره من عند وكيل الملك باش يتعتقل السيده، ولا دابا في الافراغ. الا خرجات من هي خرجات افراغ، الفلوس شكون اللي غادي يرجعهم ليها؟ اللي ناصب عليها مازال خارج. شكون اللي ضيع؟ شكون اللي ضيع؟ على الاقل خاص هاد النصاب، الا كان نصاب وناصب على السيده، خاصو يتعتقل اول حاجه، يرجع لها فلوسها. وديك الساعه غادي لي تنازل شغله هذاك. المهم السيده فلوسها ترجع باش على الاقل تلقى فين تعيش ولادها، في غادي تعيشهم. هي خرجات. أنا جاب لك شهادة ملكية. جاب لي شهادة الملكية. أنا راه الويسي وتفاية، هما اللي تيصيروا عليا، راه ما خدامة ما والو. هاي شركة تاع الدواء هاي. دابا أنت ما طالعش ب 10 مليون، طالعك ب 10 مليون والضو والماء. 12 مليون ولا أكثر. وزيد على المحامين خسارات. أنا دابا تنقول لهم عطوني فلوس، أوراق. يعطوني 10 المليون تاعي نعطيهم دارهم، ما عطاهمش ليا راه ما نخرج من هنا تنخرج ميته. دابا انت كطالبي غير بفلوسك. فلوسي انا ما تنطالب حتى شي حاجه، يعطوني رزقي نخرج، ما عطاوني. فين ساكنين هما؟ مش... في المعارف. شنو البلاصه في المعارف ولا؟ حبس الدولور انا ما عرفتش. مو ساكنين. عاودي ديري شكايات اخرين، حيت هادشي بزاف. يعني عامين باقي ما كاين لا جديد لا حتى شي حاجه. وهذا جمعيه ولا شي محامي اللي يوريني ويرشدني اش غندير عاوتاني. عندك المحامي دايره دابا؟ محامي راه الافراغ راه جابوا لي. انا صافي قال لك خلص لا محامي لا والو. انا راه الله غالب. الا كاينه جمعيه، الا كاينين شي جمعيات اللي كنسموها بالجمعيات بزاف يبانوا. كاينين بزاف ديال الجمعيات، جمعيه فلان وجمعيه فلانه وفرتلانه. انا بغيت غير شي جمعيه اللي تبان. انا الناس اللي خلصوا عليا المحامي، انا راه ما عنديش باش نخلص المحامي. ها الحاله تتشوف. اذا المشاهدين موقع شوف تي في، بارطاجوا هذا الفيديو باش نوصلوها للمسؤولين، على الاقل يتعتقل هاد السيد اللي ناصب على هذا. يعني مقدم وثيقه مزوره، قدمها ليها هي بعدا باش نصب عليها ب 10 مليون. قدمها للجماعه اللي كتمثل ناصب على واحد ب 800 مليون. في شهاده الملكيه كاين تعرض ديال 21 واحد اللي تعرضوا ليه في الملك ديالو ناصب عليهم. السيده راه بحسن النيه راه باش دخل الماء والضو ب 10000 درهم كيف شفتوا، ومقيلي في الجماعه مقدم شهاده ملكيه بان هذه نشوف شهاده الملكيه دفعها. اه دفعتي، دفعها في الجماعه. يبقى
يعني راه هي ما فهمتش انا كيفاش هاد الروينات. ومقليزيا كلشي يعني مقليزيا في الجماعه يعني قانونيه على داكشي اللي سمعنا. يعني شهاده الميكي لم مزوره راه هو اللي خاصو يتحمل المسؤوليه ديالو، هو اللي خاصو يفك هذا المشكل. حنا ما غندخلوش في الامور القانونيه، احنا بعد على القانون، ولكن كنحاولوا نفهموا وكنسمعوا. اختي الله يدير لك شي تاود الخير صراحه. يا ربي امين، يا ربي امين. انا ما تنطلب من حتى شي حاجه، تنطلب عام من حقي، رجعوا لي رزقي ورزق وليداتي باش تلقاي فين تكري بلاصه اخرى. باش نمشي انا ما عنديش فين نخرج، انا هاد الناس باغيني غنمشي فين غادي نمشي؟ واش يشردوني ما عندهم ديارهم باكين فيهم ولا يشردوني انا وليداتي؟ انا من هاد الدار ما غنخرج. دابا تقدمتي درتي الشكايات للمحامي، دفعتي دفعتي بان عقد ديال الكراء اللي تنصب عليك. السيد هادي انا عندي لاكارت على هنايا، عندي اودي كون نصبتي على شي راجل تما بان لك امراه ليتامه نصب على ليتامه اودي تا راجل اسمحوا لينا وصافي، تا راجل ما خاصكش تنصب عليه. المهم انا بغيت اخوتي يجيبوه ليا، يجيبو خوهم يعطيني رزقي ونخرج بحالاتي، هادشي اللي تنطالب. قلتي بان عمام ولا انا الوالدين وطفيلاتي هما اللي كيعاونوا. بارطاجيو عفاكم، بارطاجيو هادشي، بارطاجيو هاد الفيديو خليه يوصل. لكانوا جمعيات كنسمعوا بزاف ديال الجمعيات، انا بغيت جمعيات هادي وجمعيه فلان وفلان 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 وفلان، حتى ما كاين كاين السميات. جمعيه وحده توقف معايا انا ما تنطلبش شحال ديال المهضوم الحق ديالهم، شحال من واحد تغتصب ليه ولدها، ما كاين حتى شي حاجه غير السميات. إلا كانت شي جمعية كان شي واحد يعاون هاد السيدة، هاد السيدة راه تنصب عليها، فكيفاش غادي تخرج هي للزنقة 10 المليون والضو الما مدخلة ب 10000 درهم وعندها جوج وليدات؟ واش أنا غنشرد ولادي؟ نخرج أنا ولادي نتشردوا؟ خدامة ما خداماش؟ ما خداماش، أنا راه مريضة، راه تندوق لانسولين، راه يلاه دوزت هذه سيمانة باش دوزت. مشكلة هادي، بارطاجيو عفاكم هاد الفيديو. بارطاجي وخليها توصل. هاد السيد راه كاينه مذكره قدمت شكايه للوكيل الملك، وامر كان امر بالقبض وما كاين والو، ما كاين حتى شي حاجه. انا كلشي عندي قانون. ما بقيتي سولتي، ما بقيتي درتي حتى شي حاجه؟ كيف غادي نسول ولا ما ترجعي عند البوليس تسولي واش تعتقل ولا لا، واش كاين شي جديد ولا لا؟ السيد هما الورثه كاينين في الحكم، ضروري كاين لادريس ديالهم، الدار يعني كاين. أما ما عرفتش انا كيفاش غادي يقلبوا، ما عرفتش انا. دابا انا هادشي اللي تنطالب شي جمعيه اللي ترشدني وتوقف معايا، ولا شي محامي اللي يرشدني. انا راه عملية نصب كبيرة، يعني باش ينصب على واحد قلتي 8 المليون. سيد 8 المليون ما دخلش للدار نهائيا. شنو دار معاه؟ كان باغي تا هو العهدي بيه، كان باغي يدفع شكاية دعاه. مرته مسكينة مرضت فيها، راه كانت مع تشلات ولا مع تا شي وقع. 8 المليون هذاك ما دخلش، مازال انا راه دخلت، دخلت وهجموا عليا، فرضوا عليا الباب، حيدوا لي الباب يومين، كنبتبو انا وليداتي لا باب لا والو. وهاد الناس انا بغيتهم دابا يجيو، كي جاو النهار الاول يجيو يجيبوا لي خوهم ويعطيونا رزقي. شوف بيناتنا شي دابا هما خوتو هادو اللي داروا الشكايه، ما عليهم والو، اكيد تسمى ملك ديالهم، حنا اللي بغينا نهضروا قانونيا، ولكن فوالا غير تكون واحد المساعده على الاقل، يرشدوك فين كاين خوهم هذا اللي ناسب لهاد السيده، ولا يدخلوا واحد الخيط ابيض ولا يتفاهموا هما. يعطوني على حقه نسكن فيه، يعني هو نصب على خوتو، نصب على الجماعه، ونصب على كنتي. هما عارفين واش فين كاين، راه عارفين فين كاين، هما اللي خوهم ما عرفوش، وانا غنعرفو فين غنمشي نقلب عليه. لا هادشي ماشي الخدمه ديالك، هادشي خدمه ديال رجال الامن، درتي الشكايه ديالك هما اللي الخدمه ديالهم هادي. نتمنوا خير، عطينا الرقم ديالك نحطوه هنا عفاكم. مشاهدي موقع شفتي في الناس اللي داخلين الان هذا المباشر، تقريبا 590 واحد اللي بقات متابعه المباشر، كنطلب منكم تكتبوا الرقم ديالها وبارطاجيوه باش نشوفوا حل لهاد السيده. حنا غادي نحاولوا نتبعوا معها هذا الملف حتى لاخر حلقه من هذا الفيلم اللي غادي يبدا المسلسل ديالو اليوم. عطيني الرقم ديالك. 06 77 74 26 29. عاودي لي الرقم عفاكم. 06 عفاكم كتبوا الرقم
باش اللي باغي يتواصل مع السيده يلقى رقم فين يقدر يعيط لها. 06 77 77 74 74 26 26 29 29. هذا الرقم ديال الضحيه اللي عنده استشاره اللي باغي. شوف كاينين شي وحدين وتلقينا مكالمات من بعض الناس ضحايا اللي هما اصلا واصله فيهم العظم، وكاينين بعض الناس هم على راسهم الله يهديهم كيعيطوا كيبقاو يتفلاو، والناس في موضوع لا علاقه. المهم اللي عنده استشاره قانونيه اللي باغي يعاون السيده محامي او جمعيه، الجمعيات غبروا ما بقيناش كنسمعوهم بعدا، الا كان شي جمعيه اللي غتقدر توقف مع السيده كنقولوا الورثه هادو يعني كيدافعوا الحق ديالهم، غادي نهضروا بالمعقول كيدافعوا الحق ديالهم كيف انت كتدافع الحق ديالك. يبقى المشكل في هذاك السيد اللي ناصب عليك اللي هو الاخ ديالهم، على الاقل يتواصلوا معاك ولا تواصلي معاهم ولا يدخل شي واحد خيط ابيض بيناتكم ولا يعطيوك فين ساكن ولا حتى شي راه حشومه، يعني راه مرا هجاله بهذا الراجل ميت وعندها جوج وليدات وما خدامه انسولين ومسلفه فلوس، فكيفاش الزنقه اللي يديروا هكا وحده منكم. انا تطلب من الناس اللي تيعرفوا جمعيه ولا محامي ولا هادي وقفوا معايا ناخذ انا حقي، انا ما تنطلب حتى شي حاجه، انا باغا حقي ناخذ حقي نرجع لعباد الله فلوسهم اللي تيتسالوني نمشي نكري، هادشي اللي تنطلب. وبغيت خوتو ولا عائلته اللي تيشوفوا ولا تيديروا يجيو عادي يتواصلوا معايا يدخلوا يرشدوا يعاونوني باش نعرف خوهم فين كاين. انا راه كلشي مشيت فيه قانوني بوراقيه بكلشي، ما زورتي ما والو، هو اللي نصب لك بوراقيه بكلشي. يعني في هذه القضيه باش نديروا في بعضياتنا وكنهضروا، راه اي واحد في الوير ديال شهاده الملكيه اي واحد كيف ما بغى يكون نوعه غادي تنصب عليه، ملي غادي يجيب لك شهاده ملكيه بالاسم ديالو بالاسم ديال الام ديالو وغادي يدخل الدار وجيبوا السمسار وعنده الصور ديال الدار شحال مره ماشي مره ولا يعني عنده الصور ديال الدار ما وقيليزاتها في الجماعة، فكيفاش انت غتعرف بان هاد الدار نصب عليك؟ هو راه خوهم وهاد الدار في الملك ديالهم كاملين وهو وريث مع الوراثة، اي واحد غادي تقدر يتنصب عليه. ما عرفناش حنا كيفاش يقدر عندو حقه يعطوني حقه نسكن فيه تيبان من يبان يعطيني رزقي ديك الساعة دبروا راسهم، انا ما تنطالبش يبقات في حقك وبقات في حقك فلوس من غادي يجيبهم لك، لا مشيتي سكنتي لتحت وضربهم هو نهار غتوقف على فلوس كيفاش غادي دير لهم؟ عدو راه عدو الملك، راه ماشي ناس سميتو، راه عندهم الملك، راه ناس لاباس عليهم، راه هاد الدار اللي ساكنه فيها انا راه طروازيام وكاتريام مع خاوين عام مسدودين والماكس فيها تحت مسدودين، وهاد الناس انا بغاو يشردوني انا ولادي فين غيشردوني؟ انا ما نخرجش لهم من هنا، ما خطينا مت تيخرجوني ميتة. لا والله ما نخرجش فين غادي نمشي؟ ان شاء الله يكون خير. بارطاجوا فيكم هذا الفيديو، واللي عنده استشاره قانونيه او جمعيه او محامي باغي اذا هي راه راه امتى خاصو امتى دابا نديرو الساعه كورونا هو اللي حابس ديال الافراغ، دابا نهار سميتو غيجيو خويولي راه عندي الحكم، دابا هاد الفيروس هو اللي شاد المحكمه يجيو يديرو، ولكن انا ما عندي فين غنمشي. انا معدي راه عندي بنت وعندي ولد وباقي تيقراو باقي صغار. كنتي بخير تسلط على هذا المشكل هذا الشيء قدروا لنا الله اللهم لك الحمد. ها هو هذا راه مازال غيزيد الصبع، راه مازال ما فهمتش انا واش ما تشدش هذا ما مجدودش. سولي 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 هاد السيد شحال هادي من عام هو تينصب على هاد عباد الله، وهاد السيد كاع ما بان راه ما تيخرجش من المغرب حيت هو كان في الطاليان وجابوه مانعين باش يخرج برا، هادشي راه كاين راه كاين عا في كازا، راه كاين عا في كازا فين كاين، وهاد السيد كاع ما تشدش، راه خاص هاد السيد يتعتقل باش ما يبقاش غادي يزيد في هادشي. حتى ما بقى الثقة في هادشي وحق الله العظيم. ما عرفناش واش كاين شي تواطؤ، كيفاش تم التزوير، كيفاش خرجت ديك شهادة الملكية، ما عرفتش انا هاد الفيلم هذا كيفاش. المهم نتمنوا تكون مواكبه لهاد هاد الملف هذا، الله يسمعك خبر الخير ان شاء الله. الى هنا مشاهدي موقع شوف تيفي غادي نكونوا وصلنا لهاد المباشر، نهايه هاد المباشر.
بارطاجيو باش نتعاونوا مع بعضياتنا. الظلمه كيبغي حد، على الاقل تلا نصبتي نصب على شي واحد اللي يستاهل، وما نتمناوش نصب على اي واحد، ولكن مراه جاله وعاد جوليدات حشومه صاحبي. الله يدير لي فيها الخير، الله يسلك الامور، الله ياخذ ليا منه حقي، نتمناو يكون خير. يعني تال شوف انا باش ما نظلمو ولا هادي، لا حتى الورثه كيدافعوا على حقهم كيف انت كدافع على حقك، ولكن نتمناو يكون العصام الوسط. هما الخيط اللي غادي يوصلوني لخوهم، راه خوتو هما الخيط اللي غيوصلوني لخوهم. المهم يكون خير ان شاء الله. مشاهدي موقع شوف تي في، حنا وصلنا لنهايه هذا المباشر، تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك. بارطاجيو هذا الفيديو، تعاونوا معها، ونتمناو واش ما عرفناش واش مشدود ولا لا، نتمنوا فقط يكون حل ودي بيناتهم، يعطيها رزقه وتخرج بحالها، ما كاين لا هادي لا هادي. الله يسر الامور، الله يهونكم.